زي
سيارة الأمن العام المحافظة السامية للأمازيغية إلى ولايات الشلب تندرج في إطار المتابعة والمعاينة الميدانية لتنفيذ مخطط التعليم التعميم التدريجي في تدريس وتعليم اللغة الأمازيغية وترقية تواجدها في المؤسسات الجامعية، وكذلك تندرج في إطار تنفيذ توصيات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الإطار. والآن ندعو السيد مدير جامعة شلب الدكتور نصر كريم لإلقاء كلمة ترحيبية، فليتفضل. مشكور. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشرفت جامعة الشهيدة حسيبة بن بوعية اليوم شلف باستقبال السيد الأمين العام لمحافظة السامية الأمازيغية برعاية السيد الوالي، والذي أجدد له الترحاب باسم خاص وباسم كافة أسرة جامعة شلف. فالمحافظة السامية للأمازيغية تعتبر من بين أهم مؤسسات الدولة الجزائرية، كيف لا، وهي المسؤولة عن تنمية أحد عناصر الهوية الوطنية، وهي في المزيد هذه الهوية التي حاول الاستعمار الغاشم طمسها والقضاء عليها من أجل تسهيل عمله العدواني وضم الجزائر إلى الرقعة الفرنسية عن طريق ضرب مبادئ الإسلامي ومحاربة اللغة العربية والأمازيغية التي كانت متجذرة في أصول أجدادنا عبر التاريخ. فالبداية كانت بالكفاح الطويل الذي خاضه الشعب الجزائري من أجل تحديد مصيره في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية الأساسية، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، من أجل البناء على الدولة الجزائرية دوماً على تقوية وتطوير عناصر الهوية الوطنية. فكللت هذه النجاحات أو المجهودات بإنشاء المحافظة السامية للأمازيغية التي هدفها رد الاعتبار لأحد عناصر الهوية الوطنية وهو الأمازيغية، وبذلك تم إدخال اللغة الأمازيغية في برامج التعليم والاتصال، حيث أصبحت الآن اللغة الأمازيغية تدرس في المدارس والجامعات وحتى بعض المتوسطات، وهناك بحوث علمية عديدة تهتم بها، كما أصبح المواطن الجزائري يسمعها في الإذاعة الوطنية ويشاهد حصصا تلفزيونية تنطق بها. وهذا كله بمجهود الدولة أو بجهود الدولة الجزائرية لتقوية اللغة الأمازيغية. ومن جهة أخرى تمثل دعم الدولة الجزائرية للغة الأمازيغية عند النص عليها رسميا في الدستور، وهو بهدف مادتها الرابعة والتي تنص أن تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية، كما أنه قام بحمايتها عن طريق منع أي تعديل للدستور يمس اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية. وعليه تغتنم إدارة جامعة الحاسبة بن بوعية بالشرف فرصة تواجد السيد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية والسيد الوالي على اليوم للتأكيد لهما أن جامعة حسب بن بوعية مستعدة لتقديم أي خدمة والقيام بأي عمل تراه مناسبا لدعم الهوية الوطنية بجانبيها المتعلقة باللغة الأمازيغية، وكذلك الواجب كواجب وطني نعتز به، سواء في مجال التكوين الأكاديمي أو عن طريق إنشاء فرق البحث المشترك.
وإرساء شراكة علمية مع مؤسسة الأمم المتحدة في كافة المجالات، خاصة أنه وكما تعلمون هناك مناطق عديدة من ولاية الشيخ لا زالت إلى غاية اليوم محافظة على هويتها وثقافتها الأمازيغية على غرار كافة مناطق الوطن. وفي الأخير أجدد اعتزازي بامتنائي لهذا البلد الغني بثقافته وكذلك هويته وعاداته وتقاليده. تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم دكتور مختار جرين مدير جامعة حاسبة بالبعد البيئي الشلف على هذه الكلمة الترحيبية. نحن ضيوف عندكم وترحبون بالضيف على غير خصال سكان بيئي الشلف أم الضيافين الذين يرحبون بها الضيوف ويكلمونهم، وعلى رأسهم السيد والي بيئي الشلف من شأنه الترحاب بها الضيوف وكذلك إعطائهم المقام اللازم، خاصة ونحن نشهد ثمار نشاط أشرف عليه السيد والي الولاية رفعة الأمن العام المحافظة الثانية للأمازيغية سنة 2021 في 21 فبراير بمناسبة إحياء اليوم الدولي للغة الأم، أين تم اقتراح ومن بين التوصيات فتح قسم اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعة حاسبة بن بعد البيئة الشلف، واليوم نشهد وضع اللبنة الأولى هذا المشروع وهذه التوصية. ماكي دمير للغة السودانية وجودة تدريس الدولة الحاسبة بالبعد البيئي الشلف إمزداغ الشلف بمشروع الشلف صحاب الزروجي وفي خمسن الوالي الشلف ماس الأخضر السداس إلان ونبتان يستغى القيمة إيولوجي ويستغى ياس أميخانيس سلخصوص من أن تدر السو قيلون يجنو صفار انتشنا الفشطة يوم المسنة 2021 ماني ممكن مني أنشنا الفشطة وسمسلي سواس أقرر لان أن تسمسلي النتي مات ماني قد وصل بشار سنة مكان نسمت النت مازيغ توسوا فلا نتدرس فوامنا نلغى إيماس الأخضر سداس الوالي نشلف باش هذه استرحب السين وجوال للولاية نشلف ندعو السيد والي ولاية نشلف السيد الأخضر سداس لإلقاء كلمة ترحيبية بضيوف الولاية فليتفضل. مشكور وأسلمت له. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. سيدات والسادة الحضور السلام على الجميع. الزوم في اليوم الأمازيغية والله صلاة عن نفسي مرة أخرى ونيابة عنكم جميعا عن السيد مدير الجامعة الوفد الذي يرافقني بدءا من السيد رئيس المجلس الشعبي الولاية. السيدات والسادة الحضور، من بين الحضور معنا إطارات الولاية من رؤساء دوائر ومدراء بعض القطاعات، فيه أساتذة فيه طلبة. خاصة عن نفسي وعنكم جميعا أرحب مرة أخرى بالسيد الأمين العام للمحافظة السادية للأمازيغية في ولاية شلف. فبعد مرور سنة ونيف هو يعاود مرة أخرى زيارته إلى جامعة شلف. المحافظة السامية للأمازيغية ومنذ تأسيسها ولا سيما منذ أن تولى السيد هاشم عصام هذه المهمة على رأس هذه الهيئة الدستورية الرئاسية تشهد في حقيقة الأمر نشاطا مميزا. فالسيد هاشم عصام لم يدخر يوما واحدا جهدا للمضي قدما بالمهام الموكلة له والموكلة لهذه الهيئة مهام دستورية. إنها مهام لا تتعلق فقط بمسألة الهوية
وإنما هي مهام تتعلق بمصيركم وبأكملها. الحمد لله اليوم وبعد الخطوات الجبارة والنتائج الجد إيجابية المحققة ميدانا، ها هو اليوم ولاية بعد ولاية يبرم اتفاقيات مع كل الهيئات والمؤسسات التي يعنيها الأمر من بعيد أو من قريب، لا سيما بالنسبة للجامعات والقطاع التربوي بأطواره الثلاثة. اليوم الجامعة وغدا مع مدير التربية وقطاع التربية على مستوى هذه الولاية التي تتميز بكثافة سكانها، نحن في حدود 300 إلى 305 ألف تلميذ على مستوى فقط قطاع التربية بالنسبة للطور الأول والثاني والثالث. فنأمل بإذن الله تعالى أن تكون هذه اللمسات التي تضعها المحافظة السامية للأمازيغية لمسات هي لبنات حقيقية فعلية لتجسد هذا المرمى وهذا المبتغى وهذا الهدف الذي نرجو أن يتحقق بإذن الله تعالى يوما ما، وهو هدف قلت بصلة مباشرة بمصير الأمة. فمصيرنا مصير واحد، مصير واحد، مصير أبناء وطن واحد. تنوع، ثراء ثقافي لغوي، هذه مكاسب، هذه مكاسب تحسدنا عليها الكثير من الأمم، مكاسب الود والتخاء والإخاء، ومكاسب أننا نشعر أننا أبناء وطن واحد وأن مصيرنا مصير واحد. فنتمنى كل التوفيق والسداد بإذن الله تعالى للمحافظ السامي أو السيد الأمين العام للمحافظة السامية على هذا الجهد، هذه الجهود التي لا محالة قد بدأت تؤتي أكلها وثمارها، ونحن نتحسس لهذا الأمر عبر ربوع الوطن. فقلت ولاية تلو الولاية، ونحن محظوظين من بين الولايات الأوائل بعد على ما أعتقد 6 ولايات. فها هي المحافظة السامية للأمازيغية تحط رحالها من أجل تجسيد الأهداف المسطحة، فهنيئا لنا ولكم، وبالتوفيق إن شاء الله لجامعة شرف، بالتوفيق أيضا لقطاع التربية. ونحن على موعد مع الدخول الجامعي والدخول المدرسي المقبل لنرى هذه الثمار تتجسد ميدانا، بالتوفيق للجميع. وأشكر منشط الحصة كالعادة أحد الصحفيين على مستوى الإذاعة المحلية، شكرا جزيلا للطاقم الذي يعمل على مستوى إذاعة شرف، شكرا لكم على حسن الانضباط، والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم. تنمية بس الأخضر السداس الوالي الشباب والوالي وسعير، تنمية النيل، ما كاين إيدي نمس الوالي، تمازيغ تعطينا تطف كم كنيس، وتعطينا تمغير سكاس أرونيما، وسو أنزمان أنني لا داس إلى سترني، همازيغ أرني أعصب إلى أرني سترني خلفا نجمون. ويمرو أتلغان لمريا بدرو أسقاموني كنتيموس غاس إلى شمع الصاد وشيتيني أوليس ولي المسليف ولي لداجلي دامين ولدمت إعلان همسلة مزير للتزاير. ندعو السيد سلاش ناسان أمين عام المحافظة السامية للأمازيغية لإلقاء كلمة متبوعة بمداخلة حول مستجدات اللغة الأمازيغية في الجزائر، فليتفضل. مشكورا. ثانية ثانية وعلى آله وصحبه أيوب الدين. الزول في الأول، الزول سيقول سيدي الوالي الأخ الفاضل الأخضر سداس، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيدات والسادة نواب البرلمان في غرفتي، السيدات والسادة رؤساء مدراء الهيئات التنفيذية لولاية شلف، سيد رئيس دائرة ولاية شلف، السيدات والسادة الجامعيين وعلى رأسهم السيد رئيس جامعة حسيب بن علي، بناتي وأبنائي الطلبة، الأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، السلام عليكم. الزول الأول،
في مليس سوزيليس وبيبير خير سوزير ونزوى بخير في توقيت نزمر بالخير المند نسخة للدفمات في ريتيري قبل العرض يكون عرض وجيز طبعا باش نتكلم عن مستجدات ملف توقيت اللغة الجزائر في الجزائر كلمة في هذه المناسبة باش نقول أن هذه الزيارة المباركة لولاية شلف تأتي في إطار جولة العمل التي تقودني إلى مختلف ولايات الوطن بمرافقة ودعم السلطات العليا للدولة وعلى رأسها الجهة الوصية رئاسة الجمهورية وهي تهدف إلى معاينة مجهودات الدولة في تكريس اللغة الأمازيغية في بعدها الوطني وتعزيز مكانتها في منظومات التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الاتصال وقطاعات أخرى وهذا من شأنه أن يبرز مكتسبات بلادنا مكتسبات الجزائر وهذا من شأنه أن يبرز مكتسبات الجزائر على غرار الدستور المعدل في نوفمبر 2020 الذي حسم نهائيا في حماية وصون اللغة الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية المتداولة عبر التراب الوطني باعتبارها رصيدا مشتركا يتقاسمه كل الجزائريين في ظل تعايش وتكامل مع اللغة العربية. كما نغتنم هذه السانحة للتأكيد على انخراطنا الملتزم في مسعى لم الشمل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إذ نحن مجندون من موقعنا كهيئة لها صلاحيات تعمل على تقوية مقومات الهوية الوطنية وبالتالي نحن مدعوون للعمل الجاد للعمل الدؤوب والمثابرة بغية تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية أواصر الوحدة الوطنية والسلام الترابية وهذا خدمة لمبدأ الجزائر الواحدة الموحدة كما تتزامن هذه الزيارة مع ذكرى غالية علينا ذكرى 19 ماي وكذلك ذكرى 28 لتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية المصادف ل 27 ماي لكل سنة لنوه بالمجهودات المبذولة التي حققتها يعني المحافظة السامية للأمازيغية في مسارها الحافل من خلال عديد من المكتسبات وآخر هذه الخطوة المباركة لتفعيل الإطار البيداغوجي بغية فتح قسم اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعتكم الرامدة إن شاء الله للدخول الجامعي المقبل وبالتالي نكون قد حققنا التغطية الجغرافية لتواجد الأمازيغية في الجامعة الجزائرية عبر الجهات الأربعة للوطن شمال جنوب شرق وغرب فهنيئا للجامعة الجزائرية على هذا الإنجاز ولنا كل الفخر والاعتزاز بهذه الشراكة المثالية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لأتطرق بعد هذه الكلمة إلى عرض وجيز حول مستجدات كما قلت في مستجدات اللغة الأمازيغية في الجزائر ونتكلم عن مسار تطوري منذ نشأة وتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية. يكون العرض الخاص بالنقاط مجموعة من النقاط ألخصها في عشرة أولا لماذا هذه المبادرة في هذا اللقاء المبارك اثنين ما هي رسالة في هذه المناسبة بالطبع ثالثا الخطوط العريضة ما هي المكتسبات المجسدة وما هي الأسباب
الأمازيغية في المنظومة الغربية مسار منذ تأسيس المحافظة السامية الأمازيغية، إدخال بعض التعديلات في القانون التوجيهي للمدرسة، مجموعة من الاقتراحات. النقطة السابعة برنامج زيارات رسمية إلى عدد من ولايات الوطن. ثمانية مشروع إنشاء جريدة عمومية باللغة الأمازيغية. وتاسعة تنفيذ برنامج زيارة رسمية ومحور خاص في شق المعرفة التاريخية. لماذا هذه المبادرات وما هو السياق العام؟ أولا أؤكد على أن هذه المبادرة كما قلت جاءت في إطار الخرجات الميدانية التي نشرناها في على مستوى المحافظة السامية الأمازيغية وهي توجيهات السيد رئيس الجمهورية. الهدف أولا معاينة هذه المجهودات في الميدان مع عديد من القطاعات وأيضا إشراك المجتمع المدني والجمعيات الثقافية. كذلك كما تفضل المنشط وهو مشكور وهو أيضا شريك المحافظة السامية الأمازيغية ويؤثر مشروع كبير على مستوى المحافظة السامية الأمازيغية كما قال تجسيدا لتوصيات الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم الذي حضرته ولاية شتف في 21 فبراير 2021. من بين هذه التوصيات هذه اللحظة يعني تجسيد اتفاقية مع جامعة حاسبة بن بعد. وكذلك مناسبة لأقدم هذا الامتنان والشكر إلى السيد والي ولاية شلف لسهره وحرصه الدائم على تنفيذ التزامات الدولة، لأن تواجد المحافظة في الميدان هو أيضا بفضل هذا التجنيد اللي شفناه في كل ولاية الوطن في 58 ولاية بفضل هذه المرافقة ولاة الجمهورية. رسالة المحافظة اليوم نقدمها من هذا المنبر لنؤكد على أن تذكرة اللغة الأمازيغية هو تعزيز دعائم وحدتنا الوطنية وشعورنا بالانتماء لهذه الأرض الطاهرة وخصوصيتها التي تميزنا كجزائريين. كذلك للتأكيد على وحدة التراب ووحدة وسلامة التراب الوطني والروح الوطنية كقناعة ندافع عليها في جميع الأنشطة التي ننظمها في كل مناطق الوطن. في كل محطة من نشاطاتنا نستحضر هذا الشعور الوطني وهذا يعني الانتماء وهذا التشبث بقيم المجتمع، لأن الأمازيغية أولاً هي قيم ندافع عليها، قيم تعايش نستمدها من تراثنا من موروثنا المتجدد. رسالة المحافظة واضحة، رسالة تركز على التعدد كما تفضل السيد والي ولاية شلف وهو مشكور في كلمته كمدخل، قال أن التعدد الثقافي واللساني الذي تتميز بها الجزائر يعكس عناصر الثراء والقوة والافتخار التي يجب ترسيخها في أذهان الناشئة من أجل جزائر واحدة موحدة في كنف الأمن الهويتي. وهذا بالطبع يجسد طموح كل فئة المجتمع لأنه يتماشى مع سماحة الدين الحديث الذي كان دائما السد المنيع ضد مسببات الفرقة والتعصب والفتنة. خطوط عريضة للبرنامج تاع السنة تاع 2022 عرضها في الشهر الخامس سنة 2022، جسدنا مجموعة من الأنشطة في عديد من المحطات، ولكن أنا في عمل دؤوب لمرافقة مجهود قطاع الاتصال من خلال التكوين المتواصل لفائدة الصحفيين وكذلك لفائدة الأساتذة، أساتذة اللغة الأمازيغية، الصحفيين اللي يمارسوا اللغة الأمازيغية عبر 27 محطة إذاعية، كذلك متواجدون في وكالة الأنباء الجزائرية في التلفزيون العمومي. إذا المرافقة تكون من خلال تخصيص منتديات تكوينية وتخصيص ميزانية، كذلك ملتقيات أكاديمية حول إشكاليات مختلفة، وإن شاء الله في
بظن دخول مدرسة المقبل سوف نقترح بفضل هذه الشراكة إلى رئيس الجامعة أنشطة أكاديمية من مستوى رفيع لتنظيم مشترك. معاينة وزيارات ميدانية لأنه مهم جدا أعطوا فرصة للطلبة وللجامعيين لمختلف جامعات الوطن يروا عمل ميداني زيارة أماكن زيارة أيضا حافل التراث في مناطق مختلفة بما فيها ولاية الشلف. كمشروع أيضا هادف في هذه السنة إن شاء الله تنظيم جلسات وطنية حول تعليم اللغة الأمازيغية. يعني هذا المسار 27 سنة كتجربة لابد أن تأتي لحظة تعتقيم، وهذا ما نقترحه من خلال تنظيم هذه الجلسات. وكذلك من بين المشاريع الكبرى لهذه السنة تنظيم الدورة الثالثة، يعني كسب كبير تحقق بفضل موافقة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتأسيس جائزة رئيس الجمهورية للغة والأدب الأمازيغي، ونحن حاليا في التحضير للدورة الثالثة. عينا من بين الأنشطة التي تنتظرنا في شهر جويلية المقبل في إطار تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، هناك لقاء أكاديمي وندعو جامعة شلف أن تكون في هذا الطرح وهذا الانشغال وهذه الإشكالية. قمنا بتوزيع عداء المشاركة لكل الجامعات بما فيه ولاية شلف، وننتظر أن يكون إقبال على هذا المشروع الهادف اللي هو ملتقى حول أسماء الأعلام دونو ماستيك اللي هو موضوع اهتمام كثير من الخبراء، وننتظر المشاركة أن تكون مشاركة قوية إن شاء الله. آخر مكتسبات مجسدة في هذه السنوات الأخيرة، أولاً الدستور كما قلت بالكلمة في المدخل، الدستور نوفمبر 2020 حسم نهائيا في حماية وصون وتقية اللغة الأمازيغية. اثنين، وافقت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مبدأ إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم لمدارس أشبال الأمة ابتداء من هذه السنة 2022-2023 وبصفة تدريجية في إحدى المدارس الطور الثانوي قبل تعليمها لاحقا. وقد اختيرت مدرسة أشبال الأمة ببدنة كمحطة تمهيدية لتجسيد هذا المسعى مستعينا ببرامج وحوليات المدرسية المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية، وهذا مكسب عظيم تحقق بفضل تضافر جهود وترجمة لأحكام الدستور. عينت كذلك المحافظة السامية للأمازيغية، وهذا مكسب هذه السنة كنقطة اتصال وفوكال بمهمة التحقيق من البيانات اللغوية الخاصة بملف التعريف ببلادنا في الطبعة الجديدة لأطلس اليونسكو، أطلس لينغويستيك اليونسكو. من الآن فصاعدا معطيات هذا الأطلس هو مشروع كبير لابد من عملية تدقيق ومرافقة لمؤسسات الدولة، والمحافظة السامية الأمازيغية عينت رسميا كنقطة اتصال رسمي. كذلك مبادرة الإذاعة الجزائرية بالتنسيق مع المحافظة السامية الأمازيغية بتنظيم تظاهرة الأنشودة الوطنية الشبابية باللغتين الوطنيتين العربية واللغة الأمازيغية، وهذا يكون إن شاء الله في شهر جويلية المقبل إطار احتفال بعيد الاستقلال. كذلك البعد الأمازيغي حاضر في البرنامج الرسمي للدورة 19 للألعاب البحر المتوسط الذي سيقام إن شاء الله في مدينة وهران. باش ما نطولش أنا نقول ندير منعرج خفيف حول مكاسب الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية، ونعطي بعض الإحصائيات بعد تعليل قصير حول التعداد. كل سنة تعداد التلاميذ وتعداد الأساتذة يزداد، إذن هذا يعني بالملموس يعني هناك تطور إيجابي. التطور الإيجابي من حيث عدد الولايات، 11 ولاية إلى 24 ولاية إلى 44 ولاية، إن شاء الله تكون تغطية وطنية في 58 ولاية كمشروع كبرنامج كمخطط في التنسيق مع القطاع
المعني، وبالطبع في اعداد الاساتذه، لكن علق على ان هذا مهم جدا. كل ما زوج تسمعوا ما كاش حاجه تندرت، يعني بالملموس ان الاحصائيات تؤكد على هذا التطور من حيث تعداد الاساتذه، لان الاستاذ هو منصب مالي. يقول الدوله وسخرت 3250 منصب مالي لتدريس اللغه الامازيغيه في مستوى الوطن. هذا يعني انتقال ايجابي من حيث توفير وتسخير الامكانيات لترقيه اللغه الامازيغيه. كذلك مع الجامعه، وانا اليوم ضيف جامعه شلف، ولكن لتجسيد هذا المخطط ان تتعمم الامازيغيه في الجامعه. الجامعه هي المؤسسه الاولى التي احتضنت اللغه الامازيغيه في 1990، يعني اكثر من 37 سنه. فتح معهد اللغه والثقافه الامازيغيه في تيزي وزو، سنتين من بعد في تجايع، في 2013 في بتنا، في 2018-19 في قمر اسد، وان شاء الله السنه المقبله في شلف. لان هذا هو يعني العمل اللي تقوم به. فتح معهد اللغه والثقافه الامازيغيه في شلف معناه نفتح افاق لآل المنطقة للمهتمين باللغة الأمازيغية باش يديو شهادات جامعية لجامعة شلف، وكذلك التأطير وفتح مخابر بحث للاهتمام بإشكالية اللغة الأمازيغية، لأن اللي يدير ليسونس ولا ماستر ولا دكتورة دولة في تخصص اللغة والثقافة الأمازيغية ما يكونش يتحول إلا باش يولي مدرس. هناك آفاق في الترجمة، آفاق في البحث. إذن إشكالية الأمازيغية إشكالية واسعة وشائكة، غير جامعة تقدر تكفل بها بجدية وبمنظور أكاديمي. اقتراحات للمشاكل اللي نشوفها في الميدان مع تدريس اللغة الأمازيغية، لأن هناك مشاكل بيداغوجية. ننظر مع حل المؤسسات اللي اقترحناها من خلال تنظيم جلسات إن شاء الله تكون في أواخر سنة، باش نتكفلوا بكل هذه المشاكل، لان قمنا باعداد وثيقه دققنا كل المعطيات والعناصر وقدمناها الى الجهه الوصيه للسيكوريتي الجمهوريه، وهي يعني كما نقولوا مذكره تحت عنوان التاثير السياسي والمنهجي في تعليم اللغه الامازيغيه افاق 2030. هذا هو عمل تاع مؤسسات الدوله باش نتكفلوا كل ما هو اشكال عالق نهائيا في هذا الملف. خطوات ثابته، انا نعطي ثلاثه محطات. 1990 اللي هو انطلاقه يعني الامازيغيه في الجامعه، 95 تاسيس المحافظه الساميه الامازيغيه، 2020 المكسب الكبير هو الدستور نوفمبر 2020. كما اشرت الى مساهمة المنشط والأخ نبيل صحراوي، وأيضا مستشار على مستوى المحافظة السامية الأمازيغية، فغمسة كتطبيق كمنصة رقمية رانا في إعداد محتواها، لأن تمازيغ تحديات، لابد أن نكون في مستوى هذا التحدي بتوظيف اللغة الأمازيغية الجامعة ليوظفوها كل الصحفيين يرون على مستوى الاذاعات بكل التنوع اللساني لنا، لان الامازيغيه ب 14 لسان امازيغي المتغيرات تاعها. اذا هذا هو الحل التكنولوجي، المنصه الرقميه تعطينا يعني بديل للتكفل بهذا الاشكال، تكون امازيغيه جامعه بمصطلحات جامعه متفق عليه تبدينا في هذا المسار. ونشكر الصحفي المتالق والجامعي المنشط اللي كان هنا في المنصة هو اللي أطر هذه التجربة. اخترنا ابن منطقة شلف لأنه قدوة في المنهج تاع العمل تاعه، أطر هذا المشروع الهادف بالتنسيق مع مديرية الإذاعة الوطنية. النقطة السابعة هو هذه التقارير تاع العمل تاع المحافظة السامية الأمازيغية مع الهيئات المنتخبة مع رؤساء اللجان في البرلمان. هو الذي تعريف بمجهودات الدوله ما تقوم به المحافظه الساميه الامازيغيه، وقدمنا دعوات الى رؤساء المدن باش يشوفوا عمل تاع المؤسسات ل
لأفاق إن شاء الله ولا تنظيم يوم برلماني على مستوى البرلمان الغرفة الأولى والغرفة الثانية للتعريف بهذا العمل الذي تقوم به المحافظة السامية الأمازيغية. جريدة عمومية لاصقة بالأمازيغية كنظام مشروع هادف أولاً لمحاربة الدعاية المغاربة باللغة الأمازيغية في هذا الظرف أمر مهم جداً بالنسبة للمحافظة السامية الأمازيغية أن ندرج محتوى أمازيغي لترويج لهذه الأفكار التي تفضلت أن قدمتها في المدخل الوحدة الوطنية الجزائر الواحدة الموحدة بكل متغيرات لسانية باللغة العربية وباللغة الأمازيغية. أيضا زيارات رسمية إلى ولايات الوطن. العمل الميداني يعطينا يعني للتذكير شخص المشاكل ولكن نرافقوا المشاريع وديروا عمل تواصلي هو عمل مهم جدا لتمرير رسالة مؤسسات الدولة إلى كل مناطق الوطن إلى المناطق المعزولة لأن نشاط المحافظة ليس في ولايات وفقط وإنما أيضا في عمق الجزائر في كل ولايات والأولوية هذه السنة الولايات الجديدة العشر وسبق نظمنا في 21 فبراير اللي فات نشاط كبير في بلدة إجلي في ولاية بن عباس. إجلي هي منطقة معزولة هي تابعة لولاية بن عباس ولكن رحنا برسالة لتمرير هذا الخطاب إلى أهل المنطقة يعني إبراز الموروث المحلي لأن في إجلي هناك إنسان أمازيغي ولكن هناك أيضا هذا الخطر كثير من المتغيرات الإنسانية الأمازيغية مهددة بالانصهار لابد من تفعيل آليات الدولة أن تكون الأمازيغية المحلية يعني من الإنسان المحلي في الإذاعات في المدارس وأيضا في الإبداع من خلال التكفل بإصدارات المتغير المحلي وأذكر على سبيل المثال إصدار المحافظة فيما يخص لأول مرة نتكلم عن الكورونجي. الكورونجي هو متغير إنساني أمازيغي خليط باللغة العربية واللغة الإفريقية في منطقة تبلبلة. هذا هي رسالة أيضا اليونسكو لابد أن نتكفل بها والحمد لله جسدنا هذا المشروع لأن سكان تبلبلة ناشدوا مؤسسات الدولة أن نتكفل بالموروث التراثي المحلي والحمد لله هذه هي رسالة المحافظة من خلال ترحالها عبر عديد من ولايات الوطن. محور المعرفة وانتهي بهذه النقطة رانا في إعداد ملتقى أو مؤتمر علمي أكاديمي رفيع المستوى حول فكرة مهمة جدا أن آخر اكتشافات موقع عين حنش عين بوشريط هي في ولاية سطيف هي أيضا مهد الحضارة الإنسانية وهذه الفكرة هي فكرة أيضا روجتها المحافظة السامية الأمازيغية باش نقولوا أن الجزائر عندها عمق في التاريخ وهذه الأفكار بالطبع نتقاسمها مع شركاء مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الكبيرة خارج كذلك بجنيد مع وزارة الثقافة وكل عدد من الوزارات هذا الملتقى فيه تحضيرات إن شاء الله يوم 21 سبتمبر نقوم بتنصيب اللجنة الولائية ولاية سطيف واللجنة العلمية لهذا الملتقى الهام والدعوة موجهة أيضاً إلى جامعة حسيب بن بوعلي تكون أيضاً طرف وشريك مع المحافظة السامية الأمازيغية وشكراً. أني مس سلاش ميعصار شكراً لكم سيد سلاش ميعصار على هذه المداخلة القيمة لجهودات جبارة بذلت من أجل ترقية الأمازيغية ولازالت تبذل فبالتوفيق لكم ولجميع المساهمين في هذا العمل الذي يجمع أكيد جميع الجزائريين. تنمي تمثيل أشمع الصلاة خدمتي لم تلقى ويسخر وليك أنت مصغر والسويك إننا إسوي أمقران تنتسمي ومتفاق جارة ستاوي تنحسب بمعلي ديشتب أكدو يسخر وليك أنت مصغر أنت فخم على السلسل هبلات ما هو بنتهم ورزان وخال مسلم
نتمازيغ بانتيا دي ستاوي الحاسبة المعلمية الشتاف. المناسبة اليوم هي مناسبة للتوقيع على اتفاقية التعاون بين المحافظة السامية الأمازيغية وجامعة حاسبة بن بوعلي بشتاف تجسيدا لهذا المشروع وللتوصية المنبثقة عن تظاهرة اليوم الدولي للغة الأم التي احتضنتها ولاية بشتاف في 21 فبراير 2021. هذه الاتفاقية هي ثمرة هذا العمل الجبار وانطلاقة للعمل الميداني والفعلي من أجل تنسيق قسم أو فتح قسم اللغة والثقافة الأمازيغية. شكرا لسيدك مدير جامعة شتاف الدكتور أخضر قريب الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سيدنا شمير الصاد، فبالتوفيق لكم. سيد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية والسيد ولي ولاية شتاف سيد أخضر السباس مدير الجامعة رئيس المجلس الشعبي الولائي، الحضور الكريم، هذه الاتفاقية ستكون قاعدة للتنسيق الميداني لفتح قسم للغة والثقافة الأمازيغية، ولكن الأمازيغية متواجدة في جامعة حاسبة بن بوعلي بشتاف منذ سنة 2018 في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية شعبة الآثار بفضل مجهودات الأستاذ إسعود رابع الذي يدرس مقياس اللغة الأمازيغية في الأنثروبولوجيا، فأنا جهد بدل الأستاذ وربما ستكون له هو وأساتذة آخرون مستعدون لتنسيق هذا المشروع، فشكرا لهم مرة أخرى. وندعو الوفد الكريم لزيارة معرض خاص لجمعية الفوين التي تساهم في هذا النشاط اليوم بمناسبة شهر التراث.